السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو أخباركم؟ عساكم بخير وجيناكم اليوم فيديو جديد. طبعا اليوم راح تكون رحلتنا رحلة صيد، وتكون في منطقة أصيلة أو من بعد راس رويس، قريب راس رويس اللي يعرفها في الشرقية. وطبعا مثل ما تلاحظون في هواء قوي قوي مرة، طبعا صيدنا بيكون هنا في امواج قوية. ان شاء الله راح تستمتعوا معانا في الصيد، واتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناة وتحطونا لايك. وبسم الله. والحين مشكلة هذا الصخور في هذا المكان، وبعد في صخور هناك، لكن ان شاء الله صخور طيبة تكون. خلنا شوي المكان. سمك لاحظوا هالحجم كيف كبره. هلا هلا يا لشخلك، هلا هلا. ايوه زين هذا ذكر ولا صار نفسك ونفس الأسماك اللي يجيبها ما شاء الله. صبر عبد الله، اليوم بنوقف على هذا، نصيد هذا اليوم. لا حول، وقت الليل الحين الصيد وصل عندنا مثل هذاك. خن خن اسمه صيد خن. جاك جاك الغول. شوف ما الجبل غير، ولا ذا الرمل غير، ما الجبل غير والرمل غير. هي
ليش كذاك ليش؟ بس بطلع الحين قريب منه قريب. وصل الهامور ما شاء الله، وصل الهامور ما شاء الله، حجم كبير حجم ممتاز. مسك هذه خس النار، خلينا اضبطك شوية. ما شاء الله امورك طيبة اليوم، امورك طيبة الحين. ثانية الليل ان شاء الله ان شاء الله. هذا العوزنة العويس، العوزنة صراحة. صباح الخير، شو اخباركم؟ كيف الامور؟ واليوم طبعا ثاني يوم، وان شاء الله بنكون في راس رويس، بنكون هذا الشاطئ. لاحظوا بنكون هذا الشاطئ ان شاء الله، وبنقرب الصيد الحين على الرمل. كنا امس في الصخور، الحين في الرمل نشوف كيف يكون الوضع. ما شاء الله ما شاء الله، يدينك بريكة بريكة، يدينك بريكة ما شاء الله. حق من زين، حق من طيب ما شاء الله ما شاء الله. الأمواج قوية، ما شاء الله. محمد جابها السمكة. شاري ما شاء ما شاء الله، هذا محمد ما شاء الله، حجم طيب. واحد أحد ثنتين كان كل واحدة؟ هامور صغيرة جاد. ما شاء الله. شلة شلة حال غداء. الحين الشباب. ما شاء الله. ما قصر محمد، ما قصر. أموره طيبة. طبعا نحن نرمي بدل الاتجاه. بدل الاتجاه. شباب الحين نزير فيه. بدل الاتجاه خير. هذا بيض السلاحف، طبعا ريحتها مرة مرة خايسة. شوف هذه خربان، هذا البيض نطلع من البحر مثل كور. لكن من وين نازله كانت؟ ما احنا طابقين هذا.